الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس الخامس والله أعلم، اللي بعد معنا بعد، في شرح كتاب المنهاج من ميراث النبوة. وهذا الكتاب كما نعود نعيد ونكرر، هو كتاب يختص في ذكر القضايا المهمة التي يجب أن يعيش عليها المسلم، أو يعيش لأجلها المسلم، حتى لو لم يكن عالما. في قضايا يجب أن تكون تشغل فكره ويسعى لتحقيقها في نفسه أو في مجتمعه. وتحدثنا كثيرا عن ضرورة الوحي ومركزية الوحي، وأن يكون الإنسان من أول ما يدخل في الدين أن يكون يعني متعلقا بكتاب الله عز وجل. طيب قلت له قلت ما شاء الله. ان يكون الانسان متعلقا بكتاب الله عز وجل من اول يوم يعي فيه دينه. ليش؟ ضروره ان تقرا القران ضروره مهمه جدا. ينكشف لك الحقائق، تتبصر في دينك، تعرف حقائق كل شيء. رب العالمين في هذا الكتاب لم يدع شيئا الا واخبرك ما هو حقيقته. يعني حتى النفس البشرية ربنا بيّن لك حقيقتها، السياسة الصحيحة للدول وللناس بيّن لك حقيقتها، علاقة الأب مع ابنه والابن مع أبيه وغير ذلك من العلاقات المجتمعية بيّن لك حقيقتها، بيّن لك الحدود بين العلاقات، ما يجوز وما لا يجوز، العلاقة بين الجنسين وغير ذلك، حتى غير طريقة العبادة وكيفية عبادة الله عز وجل من صلاة وصيام وحج وغير ذلك ونسك. إلا أنه هذا القرآن كشف لك حقائق كل شيء. فقلنا أنه أول آية نزلت في القرآن هي اقرأ. ولهذا الباب الذي معنا اليوم بعد باب التزكية، وهذا من ذكاء الشيخ وفطانته، بأن الله عز وجل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في درس الأمس تعلمنا عن التزكية وضرورة أن الإنسان أول ما يفوت في الدين ينشغل بنفسه وينشغل في تهذيب نفسه وتدريب نفسه. هذا أهم شيء يجب أن ينشغل فيه الإنسان، ولكي يتقن تدريب نفسه من تخليتها من الأخلاق السيئة وتحليتها بالأخلاق الجيدة وتصفية علاقتها مع الله، من أجل أن يتقن ذلك وبحاجة إلى علم. ولهذا يأتي دور العلم بعد التزكية. وكأنه بده يقول لك قبل ما تقرأ العلم هيئ نفسك، أنت ليش تطلب العلم؟ هيئ نفسك، شو فائدة أنك تتعلم الحلال والحرام والفقه وأحكام الصلاة وأحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام ما يجوز وما لا يجوز؟ كل هذا ليش واحد يتعلمها؟ شو فائدتها؟ تكثير معلومات، تكون ثقافة إسلامية، إنك لما تقعد في أي يعني مكان في مجموعة ويتم في مناقشة أمور دينية يكون عندك رأي. لا، هذه أشياء يعني تصير تبعا. ولكن أهم شيء من وظائف العلم، أهم وظيفة للعلم، أن يهذبك العلم، أن يصلحك العلم. لهذا هناك نية للعلم، نية العلم أن ترفع الجهل عن نفسك. أول هدف من أهداف العلم أن يكون من أجل أن يكون لله، أن يكون هذا العلم أثره على نفسك في البداية، ثم بعد ذلك أثره على من حولك. خاصة أنه سبحان الله من تذوق لذة العلم بيقدرش يكتمه، زي في الإنسان بيعرفني شيء يكتمني الأسرار. نفس الشيء من يحب العلم بيقدرش يظل ساكت، لازم ينشر هذا العلم، بصير يحب أنه الناس تعرف المعلومة اللي اكتشفها. فبتلاقي الإنسان أول ما يتعلم معلومة جديدة اسمع ولك والله الشيخ كنا واحد اثنين ثلاثة كنت متوقع أنه كذا وكذا. بتصير الإنسان شو بصير يحب يخرف غيره في العلم. هذه لذة العلم. ولهذا أول هدف من أهداف العلم أولا أن تطلبه لله، نيتك أن تكون فيه لله. ثانيا ترفع الجهل عن نفسك، ثم ترفع الجهل عن غيرك. إذن هل هدف العلم إني أتكبر به على الناس؟ هل هدف العلم إني أكون صاحب رأي وعندي ثقافة إسلامية ويقال المثقف الفلاني؟ ما بتسأله شغلي إلا عنده معلومة. لا يا أخي، إن لم يهذبك العلم فالعلم وبال عليك كما سيأتي معنا. ولضرورة العلم، ضرورة العلم، أمرنا بقراءة القرآن. وقال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. لا يوجد أمر بالزيادة من شيء بالدعاء مثل الأمر بالزيادة من العلم. يعني ما في دعاء في القرآن وقول ربي زدني مالا وإن كان المال مطلوب. ولكن ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر مين؟ أعظم خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره بأنه يزداد بالعلم، يطلب الزيادة بالعلم. يا رب زدني علما، لأنه كل ما ازددت علما ازددت رفعة، خاصة علم الدين
وخاصة العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى، كل ما تعرفت على الله أكثر كل ما ازددت إيمانا به سبحانه وتعالى. فقل هانا وقل رب زدني علما، فالزيادة في العلم أمر مطلوب. هل يوجد حد للعلم؟ يعني هل هناك سقف للعلم؟ لا يوجد سقف. ولهذا مرة سألوا الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يحفظ ألف حديث كما قيل، ألف حديث يعني مليون حديث. طبعا لما نقول حديث مش يعني انه الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بمليون حديث، هو يمكن الحديث مرات واحد وعلى 20 سند، 20 طريق الرجال يمكن حافظ الحديث ورجال الحديث والعشرين سند، فهذا بيسمون 20 حديث وان كان نفس المتن. خلينا نقول مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث فيه عليه تقريبا 70 صحابي، 70 صحابي الله اعلم كم من طريق فيه، لحاله بجوز اكثر من 80 طريق، هذا يصير 80 حديث وان كان الحديث واحد، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا واحد. هنبين مشان نبين لك قديش اصلا حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظه. الامام احمد بن حنبل كان يحفظ ألف حديث غير احاديث الرسول، احاديث الصحابه، يعني الاسانيد اللي تصل الى الصحابه والى التابعين وغير ذلك، ففي اسانيد كان يحفظ ذلك. ثم لما سئل حتى متى مع العلم، يعني حتى متى مع المحبره، يعني هذه اللي نكتب ونضل نتعلم، قال الى المقبره، مع المحبره الى المقبره، زي ما يقول من المهد إلى اللحد، هي فعلا مش مهدي أنا، إن المهد اللي هو الذي يتهدهد به الطفل إلى اللحد وهو الموت. فلا يوجد سقف للعلم، كل ما زدت كل ما قدرت تكون أكثر علما بك أفضل، عرفت تزيد زيد، وصلت لمرحلة مش عارف تزيد وخلص، يعني في عليك واجبات ثانية كالدعوة إلى الله أو لتربية الأولاد أو شغلتك الحياة الدنيا، تعلم ما ينفعك، تعلم ما ينفعك وانفع غيرك بهذا العلم اللي معك. ولكن هل هناك سقف للعلم؟ هل العلم ينتهي؟ لا ينتهي. وقل رب زدني علما. وقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شو سياق هذه الآية؟ يعني هسه ممكن واحد يجي يقول ده جيب هذه الآية عن اللي مثلا معه شهادات في الدنيا، جميل جميل واحد يمكن معه شهادات في الدنيا وعلوم الدنيا مليح ممتاز، ولكن وطبعا لا يستوي العالم مع الجاهل، ولكن هذه الآية بالتحديد ما جابت العلم بسياق المعلومات، ما جابت العلم بسياق إنه الذين يعلمون الذين ازدادوا معلومات، لا، إنما العلم الذين ازدادوا عملا. ارجع في هذه الآية في سورة الزمر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ارجع قبلها آية وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. إذا مس الإنسان أي إنسان فينا ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه، لما ربنا عز وجل ينعم عليه بعد الضر هذا ويرفع عنه ضره، حتى إذا ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو من قبل وجعل لله أندادا. بصير يقول والله بفضل فلان، فلان ساعدني، فلان زبطني، فلان تواصلت لي، جعل الدنيا أندادا. أو حتى كان أنا الأنداد أحيانا قد تكون الأصنام، الصنم الفلاني والولي الفلاني وغير ذلك، وجعل له أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذا المثال الأول، الإنسان الذي دعا ربه وقت الضر ثم لما ربنا أنعم عليه شكر غيره وجعل الحب والأنداد اللي هي المحبة جعلها لغير الله. ثم المثال الثاني، أمن هذا، أمن يعني هذا ولا هذا، أمن هو قانت، شوف قانت، قانت يعني عابد، آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وراكعا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وراكعا يرجو قائما ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه. خلينا نجيب الآية حافظينها بس سبحان الله وقت الدرس لا بنساه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وراكعا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالقاء سبحان الله تفتح لما تفتن التلفون، بارك الله فيك. فالمثال الأول هو إنسان مس ضر فاستغاث بالله، يا رب اعطيني، يا رب اكشف عني هذا الضر، يا رب ارحمني، يا رب ضاقت الحيل، معيش مصاري، يا رب ارزقني وكذا، ثم اذا ربنا عز وجل كشف عنه الضر جعل له اندادا. انولي من اهل العلم امن هذا، هذا امن هو قانت يعبد الله انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره خائف من الجنه ويرجو رحمه ربه، يرجو خائف من النار ويرجو الجنه. ثم قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
إنما يتذكر أنه هذا الفطين صاحب اللب، صاحب العقل، صاحب العلم الحقيقي الذي أثمر فيه العلم توحيدا. العلم هذا نبت في قلبه توحيدا فجعله يقنط لله ويقيم الليل ساجدا وقائما وراكعا ويرجو الله ويرجو ما عند الله من نعمة ويخاف ما عند الله من عذاب. هذا هو العالم، هذا هو العالم. ولهذا قيل إنما العلم الخشية. أظن عبد الله بن مسعود قال ليس العلم بكثرة الرواية، يعني مش كدش تبقى حافظ علوم، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما هذه مفتاح من مفاتيح التفسير، معناها فقط، وين ما في إنما حط بدلها فقط، يعني فقط يخشى الله من عباده مين؟ العلماء. أنو الذين يخشون الله فعلا؟ العالم. إذا العلم أثمر فيك خشية لله، صرت تخاف من ربنا، صرت تحسب حساب الكلمة اللي تقولها وتحسب حساب الفعل الذي تفعله، اعلم أنك الآن من العلماء، وإن كنت أقل معلومات، وإن كنت أقل معلومات. الصحابة رضي الله عنهم هل كانوا أكثر الناس علما؟ يعني جيب لي أكثر الصحابة الذين تم مدحهم في القرآن والسنة واللي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هل كانوا كلهم على نفس الطبقة من العلم؟ لا، مش كلهم على نفس الطبقة. هل علم معاذ بن جبل زي علم عمر بن الخطاب؟ لا، يعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يسبق علماء أمتي برمية حجر. ولكن هنا في عبرة أخرى، هنا شوفي جوا القلب، هل هذا هل ما تعلموه ولو كان قليلا أثمر فيهم الخشية؟ ولهذا علت منزلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال أحد علماء الحديث قال والله ما فاقهم أبو بكر بكثرة علم ولا قيام ليل ولا شيء، وإنما بشيء وقر في قلبه. أبو بكر الصديق يعني عد أسانيد أبو بكر الصديق. مسند الإمام أحمد في تقريبا أكثر من 19,000 حديث، قلنا الإمام أحمد بك يحفظ 1,000 حديث. عمل إشي اسمه مسند الإمام أحمد، مسند يعني ما أسنده من الأحاديث ولكن رتب حسب الصحابي. أول صحابي بدأ فيه في المجلد الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كداش عدد رواية أبو بكر الصديق نسبة لرواية عائشة؟ كداش رواية عائشة رضي الله عنها نسبة لرواية أبو هريرة؟ أبو هريرة كان الأكثر رواية، ولكن هل منزلة إيمان أبو بكر الصديق زي أبو هريرة وغيره من الصحابي؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع إيمان أمتي في كفة، وإمام طبعا فيهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في كفة، وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت بهن كفة أبي بكر. إن الأمر مش بكثرة العلم، وإنما العلم الخشية. قال معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث له منطوق ومفهوم. منطوق الحديث ظاهر، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث اللي بسموه مفهوم العكس أو مفهوم المخالفة، من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ولهذا إذا شفت نفسك مردود عن العلم وجاهل اتهم نفسك كأنه لا يراد بك خيرا، فاسعى واجتهد على إنك تتعلم العلم حتى يراد بك الخير. إذا من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أهم إشي فقه الدين، كداش مهم علم الدنيا، ولكن إياكم إنكم تقللوا من علم الدين. علم الدين ضروري جدا، بل ضرورته تتعدى الموت، تتعدى الموت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. هنا جاب لك انقطع عمله لأن العبرة بالعمل مش بالعلم. انقطع عمله، ما قالكش انقطع علمه، بل انقطع عمله إلا من ثلاث. يعني حتى لو أنك مثلا فنقول أكبر دكتور قلب ولا أعظم بروفيسور مخ ولا مش عارف مهندس كد الدنيا، خلاص بس تموت انتهى علمك، النفع فيك عملك خلاص انتهى، اللي بنيته بنيته واللي شفيته بإذن الله شفيته خلصت. هسا انت متت مش راح تطلع من القبر تداوي الناس، وراح تطلع من القبر تعمل خارطة لبيت، خلص هذا انتهى انتهى. انت تعلمت وفدت الناس، ممتاز. وإذا كانت نيتك لله في هذا الحال انت أجرت على نيتك. ولكن ما بعد الموت شو اللي بينفعك؟ ثلاث شغلات: صدقة جارية، إلا من صدقة جارية. صدقة جارية يعني انت تصدقت بصدقة وهذه صدقة ظلت ماشي. خلينا نقول لكم يعني مثال عن صدقات جارية. نبعة الماء مثلا، واحد يتصدق ببئر ماء أو نبعة مي ويدفع حق هذه المصاري مثلا المي، ليه؟ صدقة جارية، كل الناس بيشرب فيها، كل كبد ربط إلى ما لا نهاية مثلا، هاي صدقة جارية. بناء المسجد مثلا جميل، بناء مدرسة إسلامية جميل، بناء بيوت سكنية لأزواج شابة مع الحرص على أنهم يكونوا أهل دين. تخيل لما تيجي تجيب شاب
وتكفيه هم البيت ويتزوج من زوجة صالحة وينجب ذرية صالحة. والله أجور لا تعد ولا تحصى، جاري هو وذريته ميزان حسناتك. طب من الأمور الثانية كفالة المعلمين، معلمي الدين. تعرفوا اليوم الوضع صعب، وضع المادي صعب، ولو كل إنسان بده يروح يشتغل ويجيب مصاري ويصرف على نفسه لن يتفرغ لتعليم الناس دينهم أحد. والناس اليوم عددهم كثير، وعشان تقدر تحوط على كل المجتمع تحتاج إلى طاقم متعلم، طاقم اللي يتفرغ صباحه ومساءه للتعليم. تخيل إنه هذه الصدقة اللي ممكن تعطيها لهذا الرجل، وعلم واحد دين، حفظ طالب قرآن، كل حرف يقرأ هذا الطالب بفضل تفرغ هذا المعلم يعود ميزان حسنات هذا الإنسان المنفق. أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة. هذه الصدقة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به. ممكن تدي الإنسان على حديث، سمعت حديث حسنات معينة، مثلا سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة ساقها من ذهب يسير الراكب وتحتها 100 عام لا يقطعها، سبحان الله وبحمده. دل الناس مثلا على أنهم يقولوا سبحان الله وبحمده. واحد كان يجهل مثلا حكم الربا، فأنت جيت نبهته وتاب، ممكن يكون متبر يعني ابتلي بالربا وحاول يتوب منه وطلع منه إلى أجره. فالعلم اللي انت بتورثه للناس وتدل الناس عليه هذا ايضا من الامر اللي حسناته تظل شغال معك بعد موتك. او ولد صالح يدعو له، ولد صالح قد يكون ولدك ابنك او قد يكون طالب. ولهذا كثير من العلماء اولادهم لم ينتفعوا بعلومهم. كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني قيل انه الفه عشان ابنه، هذا الكتاب نيته بكت عشان ابني، وابنه لم يستفد منه، اللي استفاد منه كل أبناء أمة الإسلام. حتى اليوم العلماء بيرجعوا لكتاب فتح الباري في العلم. لهذا أحيانا ولد صالح يدعو لك قد يكون ولدك من صلبك، وهذا هو المطلوب، أنه هدفك أصلا من الخلفة أساسا أنك تعلم ابنك الدين، أنك أنجبته ليكون لله. وزي ما مر معنا حديث في أبواب قبل، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون الرقوب فيكم، الرقوب هو الذي ليس له ولد. قال من لم يولد له، هذا هو الرقوب عندنا، واحد ما فيش عنده ولاد يعني عقيم، خلينا نقول بيخلف بس بنات مثلا يعني باكو يسموه الرقوب. فقال لهم بل الرقوب الذي لم يعطي لله ولدا. شان يعني ان لم لا ما تركش اولاد على خير وعلى دين وعلى اسلام. ولهذا سبحان الله الصحابي اجتهدوا على تعليم ابنائهم، والصحابي نفسهم لما جاء التابعين اشتغلوا عليهم وكانوا يعلمونهم السنه ويعلمونهم الدين، بل قالوا كانوا يعلموننا مغازي رسول الله، معارك كانوا يعلموننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلموننا سورة من القرآن. تخيل لما تربي ابنك على المغازي وعلى القوة والشجاعة والتضحية من أجل الدين، شو ابنك بده يثمر؟ هذا هي تقدم ابنك لله. تخيل مثلا واحد ينوي، خلف أول ولد ينوي يبقى حافظ القرآن، خلف ولد ثاني يبقى مثلا صاحب مثلا مشروع اقتصادي مليح وتجاري وينفق في سبيل الله، خلف ولد ثالث خلاه معلم للناس الخير مثلا، انوي في كل ولد انه يبقى له شغل ويشتغل عليه طول الطريق على هذا الحال، انت حدد له مصاره ويبقى هذا الشيء لله، يعني انك تخلف ولد لله. قد يكون الانسان مثلا مش قادر انه يعلم كل اولاده دين، خلينا نقول مثلا واحد خلف 4 اولاد، يا اخي خلي 3 منهم يتوزعوا، واحد طبيب واحد مهندس واحد خلينا نقول صيدلي، والثالث والرابع خليه معلم دين، اجتهد عليه اكفيهم من رزق اخرى، انفق عليه من مالك الخاص زي ما انفقت على هذولاك وعلمتهم، علم دين خليه يعلم الناس. انوي في ولدك هذا ان يكون لله معلم للناس الخير. طبعا هناك نوايا اخرى ولكن لانه قدام الكاميرا الواحد بيسخاش يقولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، زي ما قلنا العلم اللي مجرد تكثير معلومات ولا يثمر خيرا، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوه لا يستجاب لها. الجميل في احمد السيد انه لما يجيب لك الباب بيجيب لك انه هذا الباب، احنا قلنا ضروري هذا فكره مركزيه موجوده عند كل انسان، هذا هدف من الكتاب، بيجيب لك انه كان هذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مر معنا ابواب سابقه، مثلا باب تزكيه النفس كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها. هنا جاب لك مثلا العلم وقال لك اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، انه كان هذا من دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام. مش انت كفاهم انه يكون هذا الامر من دعاء الرسول، يعرف انه هذا الامر بهم الرسول، يعني كان شغله الشاغل انه يدعو بهذا الدعاء، يا رب هذا من مطالبي، هذا من الامور اللي انا لازم اسعى فيها لنفسي ولامتي. فيجب ان الانسان مش بس انه يهتم وينوي ويسعى، لا ايضا استعن على ذلك بالدعاء. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اخر حديث معنا هو حديث طويل في بابه ولكن المعلومه منه سريعه.
قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، مات يعني شهيد في معركة، فأتي به إلى الله عز وجل يعني فعرفه نعمه فعرفها. شو النعم؟ أعطيتك جسد وسلاح وكذا، ورحت جهدت في سبيل الله، فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ أعطيتك قوة جسد وسلاح، ماذا فعلت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. فقيل له: كذبت. كذبت مش إنه إن أنا قاتله، فعلا قاتل حتى استشهد، ولكن الكذبة في فيك هذه، هل أنت قاتلت في الله؟ فيقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء أو شجاع. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ أعطناك صوت جميل، أعطناك علم، قدرة على القراءة، متعلم، تقدر تتكلم مع الناس، فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت. هي الكذب هي هذه كلمة فيك، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله. أصناف المال كله مش يعني مصاري، يعني دولارات وشكليم ويورو، لا، مش أصناف المال اللي هي بس النقود، لا، أصناف المال قد يكون اللي هو المال نفسه، النقود، قد يكون السيارات، قد يكون البيوت، قد يكون زمان المال، قد البقر يعتبر مال، الغنم يعتبر مال، الأراضي تعتبر مال، كل شيء كان يقوم بمال إله التسعيري يعتبر من الأموال. فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك، يعني لله. فيقال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. خطورة هذا الأمر مسألة أنه إذا تعلمت العلم ونيتك فيها لغير الله فعلمك سيكون وبال عليك، سيكون خطورة أنك تعلمت أعظم من خطورة الجهل. لا، الجهل طبعا هو يعني تعاقب على تقصيرك في العلم، ولكن هنا أشد، أول من تسعر بهم النار هذول، أن أول الناس يقضى عليهم، يعني مش بنحط مرات على الفحم مدليك هذا اللي اسمه مشان تولع النار، هذول هم اللي بيولعوا النار بزيادة، أول ناس بتدهربوا فيها. هذا لا يعني إنهم مثلا من أهل النار خالدين وخلدين وكفار، لا لا، هم بيبكوا من أول النار دخولا إليها، ولكن لا يعني هذا الخلود فيها، لأنه اللي عملوه رياء، والرياء شرك أصغر مش شرك أكبر، وشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، ولكن هذولا بيحموا فيها النار في البداية. فالإنسان يحذر ويراقب نيته، زي ما قلنا تكون النية إنه الإنسان يهتدي بهذا العلم، أن يقرأ العلم ليزكي نفسه، ثم يقرأ العلم ليرفع الجهل عن نفسه، ثم يقرأ ويتعلم العلم ليعلم الناس ويرفع الجهل عن الناس ويصلح في هذه الأمة ويدل الناس على الخير، ويكون مفتاحا من مفاتيح الخير، مغلاقا من مغاليق الشر. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.